العودة المدرسية على الأبواب، والمواطن التونسي وخاصة اللي عنده صغيرات يده على قلبه من الأسواب. احنا اليوم في محل اللي يبيع الكراتب يظهر لي بمختلف أنواعها. هيا سيدي قل لي الأسواب منين لمنين؟ من 15 دينار حتى ل 30 دينار. هل اللي تخدم هي ب 40 و 50 تسمع فيه؟ احنا لهنا نتبعوا كيف الزوالي بنت خالي تسمع فيا. نمشوا ديما نخدموا كل عام الزوالي. ريت هذيا في المكتبة هذي تخدم 70 و 80 دينار. احنا ب 30 دينار احنا نبيعوا فيها لهنا. فهمت متعمي؟ ايه. هذي ريت هذي عم مش حاجة بسط من هذي. اي راي العباد تجيك غدوة يقولوا لك الأسوام هاي. بيع لي بأسوام التلفزة. والله بدل سوام اللي خصها تقول لي اقسم بالله هذي هاي ريت هكا. ب 50 في المكتبة. احنا نبيعوا فيها ب 30 دينار هذي. هاك. كما هذي تخدم ب 25، احنا نبيعوا فيها ب 17000 و 15000 فهمت اختي؟ انت وشوا فهمت؟ كل كاليتيك كل سلات فهمت؟ منين الأسواب؟ من 15؟ من 15 حتى ل 35 دينار ل 40 دينار. بالشريول نتاعها تسمع فيا ب 50 دينار. كرتاب وشريول تسمع فيا اللي هي سلات تونس حاجه ب 50 دينار. سلعتنا؟ سلات تونس مالها شنو؟ تونسيه 100%. والله 100% تونسيه وكل حتى من الطبع نتاعها مشو 50 دينار. وريني انا هي سلات تونسي. هاك سلات تونس هذيا. هذيا ما تنساش. شنو نوريك خلينا نوريك الشريول خلي يجيب شريول. ريتها 50 دينار. شريول هاكل. الشريول نتاعها يتركب وتنحرز. وعلى قماش مش على سكاي فهمت؟ نشوفها كاليتي. كاليتي وشريول بشريول. الشريول نتاعها يتركب وتنحرز 50 دينار. السوام كلها موجود. تو قدامك ولا كان يجوا يقراوا 50 دينار تاخذ كتاب. والله كلف فيك برسمي. هذه 50 دينار بالشريو نتاعها. عمي قد ايه تخدم هذه؟ هذه في المكتب تخدم 90 دينار و 80 دينار. عندنا احنا ب 50 دينار كيما عملنا وكيما سني. ما تبدلش اسوي؟ ما حتى ما نزيد دينار واثنين احنا ما نزيدوش. احنا ديما ما نزول. فهمت بنعيشوا في السوق احنا. فهمت اختي؟ احنا ديما في السوق ما نحبوش نغلوا على بدون ونهربوا العباد. فهمت اختي؟ ما هو ماذا بينا نعطيوا اسوام حقيقيه باش المواطن كي يفرح يفرح يقول ها فما اسوام رخيصه. والله نمشي ناخذ ويجي لهنا يلقاها. معناها احنا قدام التلفزه نحكي في الموضوع هذايا والله اللي والله سوام حقيقي. هيا سيدي خا جيك لي وبعدك تو طلع. اعطيني بتاع 15 دينار انا هما. هذه بتاع 15 بتاع صغيره. بتاع صغيره بتاع سنه اولى. هذا تخدم في عمله ولا؟ عمله تخدم ب 20 دينار اللي هي بعيد علينا. ما احنا ديما هنا سوام جمله فهمت اختي؟ كل كعبك وجمله. ما انا ما نحبش نهرب العباد فهمت؟ كيما هذه. تروا دي ريتا. قماش وكاليتي. 25 دينار. اللي هي في المكتب ب 37 و 40 دينار. احنا ب 25 دينار. هاو جيك قدام تعمل ب 25 ومع ناقص دينار نقول له هز وما عندوش يهز. والله نكلم فيك بالرسمي مش قدام التلف ما عندوش يهز صح. العباد تجي للخربه راهي غدوه. تجي ودي ما انا تو قلت لك انا كون ندخل تو كليو تو قدام حتى 20 كليو تو رايح قداش نبيع له. والله نفوت له 50 دينار. والاسوام هذه مثلا حسب ما قاعد تشوف فما ناس قاعده تشري فما قبل شوي مش ياسر مزات شوي مش ياسر شوي مش ياسر معناها مازالت ناقصه شوي يعني تبدا في سبتمبر تخدم فهمت تو تنقل ثم الحب يخف على روحه وقتها اسمه ياخذ كعب من انت واعطاك الصح. شو تبيع اخر ابار الكراتب؟ والله كان كراتب عندي في العام نخدم كان كرتاب كاو وهذاك بتاع الادوات انا بدي زاد عنده صوم زاد هين زاد بليان انا ما لقيت في البيت. شوف المدرك والله انا متودين غادي ولا مش غادي فهمت اختي؟ وان شاء الله ربي يرفق بالزوالي وان شاء الله ربي يرحمنا بنت عمي تسمع فيا وحنا نحبوا الزوالي وناخذ مكالمة مع الزوالي. ريت ذا يبو مدير رحمه ربي جاب له لبيت كاتب لي بنت عمي شيء غريب رأي. والله يا سيدي ها نفسي يخدمون عندنا احنا يتبعها بوبوني تسمع فيا تتبعها يبيعها ب 300000 اللي هي احنا نبيعوا فيها ب 72000 مخلدين على بومي فهمت اختي نفسها هي بالضبط تطبع تسمع فيها ب 5000 فرنك ولا 6000 فرنك يبيعها ب 300 250 احنا اللي هنا ب 75 دينار. تقصد انت نوع من انواع الغشه معناها؟ يعطيك الساعه شوي لا الشعب وجودك قول لي نفس الكاليتي يكذب عليك معمل واحد ناخذ منه نفس السلعه اللي عنده هذاك عنده هذاك تاخذ من الناس الكل الناس الكل يعطيك الصح. هذا هاي دروجين هاي هكا هذه هذا كل واحد يفلح وللاسف المواطن ما يفرقش ما عنده الحق بتبيت لي حلت بعيني ولد وسبع مش يبدا ياخذ كم كب شوي سطال لي وهذيك هي بنت عم وشو انواع الغشه الاخرين قل لي مثال نحكي لك على طبعه طبعا نتاع الكرتاب نتاع الكرتاب ونفسه ونفسه هو بالضبط نفس المام فهمت ثماشي حاجه زايده على هذا ولا لا وتتبيع باسوام خياليه خيالي يعمل لك كلهم بلاش وكتاب يسمح فيه 200 150 يغني عليها والله يهديها شنو نوريك الموضوع هيك ترى عندي
فهمت اختي. هذه تبيع بشعر 75 ب 80 ب 40 دينار نبيع فيها الاثنين. والله 75 دينار تقريبا. هذه نتاعنا منتوج محلي؟ لا هذه نتاع البر هذه. ويعملوا لها يقولوا فيها بصمة. كلها ب 75 يبيعوا فيها ب 40 دينار. والله ب 40 دينار. يعني كما نقولوا الفارق 33 دينار الفوق. يعطيك الصحة ديما بعد ما يستغناش ب 5000 3000 فرنك الفيه في القطعة اختي في البركة. انا ناخذ مع كونتيتي فهمت. ماذا بينا متخرج قطعة تخرج 100. تلقى لحكم صور لابس والحمد لله. والزوالي تسمع فيه تلقيه بومرو يمشوا بومرو مليك. الاسوام من هنا كي تقول له مثلا كرتابة ب 40 دينار المواطن كيفاش؟ يقبلها. علاش مسكين ما هرب من الملك تبعو وحوانا تسمع فيه اخرين يبيعك ب 50 ب 60 ب 70 كي تقول له ب 40 وتقول له نساعدك يفرح بها الكلمة ذيك فهمت اختي. ثم عنده أربع صغار، ثم عنده خمسة صغار، ثم والله واحد كليون جديد عنده ستة صغار مسكين. أنا قلت له ب 35 بشاريولها يا ودي مش يحملني. أقسم بالله يحملني كما بركة بلاش عطيتهم. وزيد ساعدته قلت له ما يصيرش. والله دم بالله حتى بلاش يهز. والله حتى بلاش يهز. اي صحيح ما هم زواو ولا مساكين ما هم زواو ولا ما هم زواو. اللي ياخذوا من عندك نلبس عليهم ولا القليله ولا الحق؟ اللي ياخذوا من عندنا الاغلبيه الناس حتى لبس عليه. اما الاغلبيه ديما زوالي هو مسكين ديما زوالي. اما اللي لبس عليه انا يخدمه. والله زواو ولا لبس عليه. الاغلبيه تجول الناس زواو ولا لبس عليه. فئات الكل معنا. فئات الكل موجوده صحيح. خي على حسب رايك حسب انت غادي يمشي المكتبه يلقاها ب 80 ب 75 يجيني هنا يلقاها ب 35. حتى يبدا لاباس عليه ماشي يقول لي ياخذ نفس الكاليتي ونفس الخمش. سنين ممكن اضعف من عام ناول مش اضعف اقل من عام ناول ممكن ب 20 دينار. هذه تو ب 30 دينار كانت تسوى 40 45 50 تو ب 30 دينار. سوم رمز زيرو ماهوش استغلال. واللي يقول لك راه هو غلا وغلا ما فهمش منه الغلا. سوم عادي جدا. تو البيع يقول سوم عادي والشاري يقول كوتوني برشا فلوس. 30 دينار ياسر. هذه انت كمواطن يعرف راه 30 دينار مش ياسر. كان يبدا السوم حقيقي والله كي يمشي بال سيدي بوسعيد ما يروحش بها 30 دينار. هذا نعرف انا قهوة وكعبة قطو يروح 30 دينار يخليه كرتاب يجي يقول ياسر ما يجيش. تبدا سوم حقيقي معناه مش سوم كاميرا. هذا والله حقيقي. علاش لا هو كان يجي بيعته ونبيعه قدامك تو معناش نحن الفابريك هذه نتاع قدام الكاميرا وكل شيء. المشاهد شو يقول لا هذه خاطر الاسوام خاطر يحكي وخاطر قدام الكاميرا. نهج الكوميسيون عدد قداش يا حسن ويجي عدد 10 ويجي نبيعوا له ب 30 ويجي يقول راه كلمنا في الكاميرا نخلوا له 2000 28 اللي هو 2000 نتاع الكاميرا هكا هو من غادي الاسباب قداش؟ والصغير هذه ب 20 دينار هذه هذه الباني نتاع اللي يحطوا في الروضه ب 20 دينار تحط فيها ماكل بنتها وكل شيء. الله اعلم انا براو ما تفهمش. 25 انا تخدم 45 انا والله عم ناول ما نعرفش. هذا سنة سوم رمزي انا خذيناها سوم باقل من عام ناول على اساس باش نخدموهم للناس الزويولة. اللي عندك لهوني منين لمنين الاسوام؟ 30 دينار و20 دينار زوز اسوامات ما عندناش. 30 و20 دينار. والمواطن كي تقول له مثلا ب 30 دينار يفرح ولا يراه غالي؟ لا والله يمكن ياخذ واحد ياخذ زوز هذا الريتو هنا وانا قدامي ياخذوا اربعه صباح هكذا. والله ياخذوا اربعه. دي اسمع ما تسمعش المواطن اللي يشكو يكذب هذوك. تو انا احنا ها قدامك هاك صورت ويعرفوا البلاصه كي يلقوها اكثر نقولها اكثر يهزون الحبس ماهيش اكثر من هكا. قداش تبيع في الكرتابه؟ احنا الكرتابه نبيعوا فيها ب 30 دينار اللي هي تخدم ب 45 انا عاملها للزوالي باش الناس كلها تعيش وجوها به. شعبويه. شعبويه الناس كلها كتعرفنا في الخربه ب 30 الف الكرتاب. مش برشا سوم ولا عادي؟ الجو يبيع على الاخر سوم مزيان على الاخر وحتى الشعب يعرف اللي الكرتابه ب 30 تخدم ب 45 وب 55 انا نبيع فيها ب 30. قاعدين نشريو ناس؟ نصلي على النبي ما شاء الله. فما اقبال. نصلي على النبي. تقول له 30 دينار يستغليها ولا يراها عادي؟ يا خويا ديريكت ياخذوا بالاربعه وبالخمسه وبالسته وياخذوا جوابي. يتصدم منه غالي ولا يتصدم منها رخيصه؟ يتصدم منها اللي هي رخيصه.
اسواب هذه مش قدام الكاميرا كهو. لا لا ديما ب 30 وهاك سيدي جا كنت تسمع فيه نعيط ب 30. ومش ناويين تزيدوا ولا ما تجي؟ 30 30 دينار الكرطابه عندي انا ب 30 هاك الناس الكل تعرفني. يكمروك راه جوي به يجيبوا لك كابتور تاع تصويرتك. ايه 30 دينار الكرطابه. جينا اليوم من لهج الكوميسيون للخرب باش نشوفوا الاسواب تاع الادوات المدرسيه اللي نعرفوا لهنا المواطن يجي برشا يعتبرها ملاذ ليه خاطر الاسواب في العاده رخيصه ما نعرفوش قداش. اي لهنا الزوالي يهبط الزوالي باش ياخذوا الادوات المدرسيه ما تاع الصغار وكل ما شيء. والله باش نقول لك بالنسبه للاسواق غاليه برشا معناها والعباد ما عندهاش العباد محتاجه ما عندهاش فهمتني والاسواق معناها غاليه برشا معناها فهمت. المواطن ما عادش ينجم يوفر اللي باش يعني يقضي الاربعه وخمسه صغار مع بعضهم معناها ادوات مدرسيه فهمتني. نبداو لهنا بالادوات الهندسيه ولا حكيت عندنا كم ساتر وعندنا قد اقل حاجه اقل حاجه 5000 مسطره كيما هكا بيك وكيما كم ساتر ب 5000 هذه يا اختي هذه كلها ب 2500 شنو قاعد ناخذ ما عنديش واحد ب 2500 هذيك 2500 هذايا ب 3000 هذايا بدينار هذا بدينار هذه بل هذه ب 1500 سيلويت كلام سو هذا ب 500 فرنك هذا ب 500 ازرق ولا اخضر ولا بيك ولا ما عرف شنو تاع ناس لي تروس من غادي تروس عندي ب 2500 واللي هذوكم الكبار هذوكم 6000 كبار.